السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما معكم بالعلم متقي أنا تقرص في جميع الجمعيات داخل مدينة الدار البيضاء، حينما كنت توجو عند أحد أبطال مسابقة طاح ناحية مدينة العيون عند الأبطال إخوان عنبوب عن الجمعية البيضاوية، ونشوفوا البطل ديالنا الأخ عنبوب كيفاش شاد المسابقة، كيفاش كان الإعلان ديالك في هذه المسابقة الأخ عنبوب. السلام عليكم. السلام عليكم. واش مبروكة؟ أشكرك على الأخ على الزيارة، وكما كتعرف المسابقة راه دازت شوية قاصحة. ماشي شويه راه بزاف يعني قاسعه، هي كما يسمونها مسابقه الموت الاخ عنبوب. شحال حنا ديت الاخ عنبوب؟ 8 ديت 8 وحده اللي جات وبحق بحال جميع المشاركين الاخ عنبوب. ما تقلق ما والو، راه كاع الاخوان اخوان كلهم نفس الرياض نفس الرياض. المسافه راه هي ليك المسافه هي المسابقه راه دايزه ناجحه وخا هذه هي المسابقات اللي تي هذه هي المسابقات اللي كيبان فيهم الدراري دخلوا كيخسر الحمامات، خمسه الحمامات تبارك الله اللي عنده الاختصاص الحمام ديال المسافه ودير الموفيطه صافي ودير الموفيطه يعني الحمامات راه دخل كاين اللي دخل ست حمامات خمسه وخا الناس ما تدوش حمام بزاف، كاين يدي 20 15 12 ولكن ضروري كيدخل واحد الثلث ديال الحمام هو اللي كيدخل، ما كيدخلش كامل على حساب انه يدخلوا الحميمات للدراري كاملين وتجي مع هاد العيد هذا الدراري نشطوا في هادشي اللي كيدخل. والتوقيت الاخ عنبوب اللي علمتي به مع الوحده ونص مع الوحده ونص كما كتشاهدوا معنا الاخوان، هذه الحمامه المعلن عند الابطال ديالنا. الكاشي شو الكاشي فين داروا؟ اخوان عنبوب وهذا هو الكاشي ديال عصبة الدار البيضاء بالنسبة لهذ المسابقة ديال طاح ناحية مدينة العيون. وبالنسبة لهذ الكاشي الأخ عنبوب واش يمكن ليه يدار هنا ولا يدار لداخل ديال خاصو يدار لداخل خاصو يدير لداخل ياك بهاد البلاصة هادي باش الريو ديال الصداع يجبد الصداع حتى القراصنة غيبان ليهم. حطات عندو حطات عند شي واحد راه غيبان ليه الكاشي يعرفها ديال هاد الطلقة هادي غيدير جميع الوسائل باش يشدها. يدار لداخل حسن داخل هنايا داكشي اللي كاين، هذه معلومه خص الناس ديال العصبه باش مره اخرى ما يكروش الكاشي بالنسبه للخارج الحمامه. لا انا شفت الحمامات في الفيديوهات داكشي كاشي لداخل كله كيفاش كيدير ما فهمتش انايا. كاشي لداخل كلشي يدير لداخل كلشي لداخل باش ما يبانش. داكشي اللي كاين الاخ عنبوب بالنسبه للحمامه الاخ عنبوب ملاجيه كبيره صغيره كبيره 15 ناخذوا صوره عليها باش المشاهدين الكرام يتعرفوا على الحمام البطله عند البطل ديالنا اخوان عنبوب عن الجمعيه البيضاويه. بالنسبه لك ممكن الاخ عنبوب يمكنك تعطينا السلاله ديال الحمامه؟ هذه والدها ايكاري ماشي شي نتو ولكن تي في الاجواء الصعبه وداك الشيء تيبانوا وعندك خوتهم؟ عندي اختها ديك لاريه في ارقانه في العصبه دايره ويتيام في العصبه وسينكيام في البيضاويه ويتيام في العصبه في 25 الف حمام وسينكيام في البيضاويه هي اختها والديهم ايكاري بورتغاليين يعني ما عندهم لا بيديكري لا والو. وعند شي حمام من الخوت ديالهم الموسم الماضي عندهم كاين؟ عندي اختها هما نفس الاجازات اختها وحده حتى هي نفس الاجازات عندي ثلاثه نتاو ثلاثه الخوات وحده هي اللي مديك لاريه في ارقانه وهذه وحده راه باقا صغيره شنبوره راه خليتها هاد العام تبارك الله تيدوز عليها الله جاي باش دير واحد العام العام الجاي ان شاء الله تكون تكونوا زوينين اللهم العام الجاي غتكون حاضره الاخ عنبوب ياك حنا خدامين ببركه وبداك الشيء بسيط والكمال على الله الحمام والقول كمال على الله كاع على ما كيبان لي الاخ عنبوب الحميمات باقي عندك الحمام تبارك الله اللهم بارك اييه ربما الاخ عنبوب بركه انتوما كيحتفظ على الولاعه ديالو باش ما يضيعهاش في الموسم. حدهم ولا تجرر بالعيد؟ حدهم ولا تجرر الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ لا الثانيه حدهم ولا تجرر الثانيه وعاودنا لعبناهم في الوفاق دوك اللي طارديف طارديف وكانوا زوينين تبارك الله الله يسخر فيما تبقي عندك احتفظتي عليهم ما بغيتيش تضيعهم باش الموسم القادم يكونوا حاضرين. هذا الشيء اللي كاين نبقاو نفرخوا نضيعوا نفرخوا نضيعوا سيري انت الله يحفظك اخويا عنبوب. هذيك الطوبيه راه هي بالعيد هي اللي باش ديكلاريت في طنطان. ها هي هذيك هذي طلعت البرشواره ها هي ديك هي اللي ديكلاريت في طنطان اخت الارقاني تبارك الله وزغل اللي جيتي عندي هذه اختو هي هذه تبارك الله كيف كتشاهدوا معنا الاخوان هذه الحمام اللي كنا
ذكر الاخ عنبوب خو راه هو اللي ضرب في اركان دار كاطريام في البيضاويه و 21 في الاتحاد في 40000 ما وشي حاجه. اللهم بارك تبارك الله الله يسخر. هو الطاجين هذاك ملاجي هو هذا هذا 2016 2016 فين تعدى شي انجاز؟ لا كانت شنبورة خليت ربما هاد الحمامات تدارت لاش حد فينا على القدرات ديالها حنا كن ويا هاد العام هذا دابا انا غادي بواحد المفهوم ديال شي شنابر كنخليهم و انا كنتعلمو من الدراري وصافي وراه هي اكدت لك داك العام دارت والو هاد العام دارك اعزاز قالت لك انا حاضر وفي مسابقه اللي هي ماشي مسابقه سهله الاخ عنبوب مسابقه ديال الموت كما يسمونها وفعلا راه هي مسابقه الموت الاخ عنبوب من ماشي زعما حنا كنكتبوا ولا سميتو راه تلقى قاصحه قاصحه ماشي قاصحه 100% وهذا الشيء اللي كاين وبالنسبه للبريباراسيون ديالك الاخ عنبوب الماكله والمعادي السيمانه الاخرى الماكله والماء الماكله ناتشيرال داكشي غادي عادي الماكله والماء وديك السيمانه اللي قبل منها ديال سميتو راه درنا شويه ديال فيتامين وشويه ضروري بشويه ديال لا باري ريسبيراتور خدمنا معاه شي شويه صافي هادشي اللي كاين بلاي او بالنسبه للوب شكون اللي معاونك الحمام ديال المسافه ما تيبغيش قوت الخجله هذيك الصحه ماشي بحال الفيتاج بالنسبه للوب شكون اللي كيعاونك الاخ عنبوب كيعاوني كيعاوننا الله هذاك الشيء ماشي بزاف عليك زعما والولي عياد الا بغا شي شعله بغا شي دير شويه دير شويه النتائج خاصك تخدم مع الحمام هذاك الشيء اللي كاين هو هي من واحد الناحيه ديال علاش كتلقى اللي كتلقاهم طونديم كتلقى جد الناس وداكشي تعاوني لاعبين مزيان كيكون لعوي كيكون لعوي كيكون معنا شي واحد ولا شي لعيبه كون الاخ ديالي دابا راه في الطاليان وداكشي في الديار تحية للاخ ديال الاخ عنبوب اللي كان معايا وداكشي كيعاونني وداكشي يقدر يكون داكشي احسن من داكشي اللي درت انا تقدر انت تكون في الخدمه ومن جيت تلقى خوك حيد عليك النص ديال الخدمه لكن العوين الحمامي يلعب احسن يلعب احسن كتكون عنده الظروف ديال النهار كامل يلعب حسن يطير مع الصباح تكرت شي جنا يطير الاخر ولكن كانت في يد وحده لا تستطيع هو مره وحده في النهار الحمام كيطير جوج مرات ومشي انا نتريني واحد تلقى الحمام مره يتريني هو وداكشي كتكون معاونه شويه الاخ عنبوب مع اللي سبب الظروف ديال العمل ما الوقت ديالو غير كافي وهادشي اللي كاين المهم كيدير المجهود ديالو باش يرضي الحمام ديالو ويرضي اللوف ديالو وهادشي اللي كاين بالنسبه للاخ العلبوب بالنسبه للجمعيه البيضاويه غادي الامور غادي مزيانه كلشي مزيان مزيان داز العام زوين الحمد لله كنشكروا الناس ديال الجمعيه ديالنا ديال البيضاويه الاعضاء راه قايمين بعمل مزيان المكتب مسير ورئيس الجمعيه هو الاخ محسن بوزوبع كلهم واخا ما نذكروش الاسماء ولكن نحاولوا نجمعوا كل شيء وصافي المكتب مسير الجمعية داكشي اللي كاين كيديروا تما تيديروا مجهود ديالهم وراه ومخلينا حنا بخواطرنا وداكشي يعني ما كايناش شي مشكل مع شي واحد مرافق الحمام الاخ نخليو الاخ سليمان وجا هما نخليو سليمان وما تفكر فيها الله خصنا نذكرهم لان بذلوا مجهود كبير لهاد الاخوان هادو بزاف اصاحبي تمارا اللي كيضربوا راه بزاف تما كنشكرهم بزاف تيبقاو محافظين كيحافظوا على الامانه بعدا يحافظوا على الامانه وراك عارفه باللعيب وكنشكرك الاخ عنبوب بني شي تحيه غتقدمها للاخوان واش نقول لك حنا كنشكروا جميع الموالع ديال المغرب كامل كاع الدراري اللي تيعرفونا في السطات في بن حماد في اي بلاصه واش مبروكه للجميع الدراري كاملين كنشكرك حتى الاخ باللعيب كتقوم بهذا العمل زعما من كدير هذا العمل من قلبك ماشي زعما على شي حاجه ولا لا كتجعدنا كتشوف الدراري كتولع وهذا العمل هذا راه ما يديروش شي واحد اخر راه كاين لله في سبيل الله داكشي اللي كاين نشكرك بزاف الاخ باللعيب وتحيه للاخ ديالك في الديار الايطاليه بعدا ربما راه غادي يتفرج في الفيديو تحيه للاخ طارق وتحيه لكاع الدراري تيسكنوا معايا حدانا الموالين ديالنا الاصدقاء ديالنا نقولوا لهم حواشر مبروكه من هذا المنبر وتحيه لجميع الاخوان اللي كيعرفوا عبد ربي الاخ عنبوب اللي كيعرفوا الاخ عنبوب تحيه لكم كيقدمها لكم مباشره من اللوف ديال الابطال ديالنا اخوان عنبوب ابطال الجمعيه البيضاويه وابطال عصبه الدار البيضاء الثقافيه الكبرى الاخ عنبوب بلا ما نطولوا عليك مره اخرى نعاود نجيو نزوروك اعتذر
في المسابقات القادمه في الموسم القادم ان شاء الله، وبعد الزيارات ان شاء الله اللي غادي يقوموا عاد عما قريب. كنشكر جميع الاخوان جميع الابطال المغاربه سواء اللي كتواجدوا في الوطن العربي وفي اوروبا وفي امريكا وفي المملكه المغربيه خاصه. وبهذا الفيديو نستودعكم الله وفي امان لقائي بكم مره اخرى ومع بطل اخر. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.